صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا النهارده على شاشه التلفزيون المصري من خلال القناه الاولى او الفضائيه المصريه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم صباح الخير يا مصر. ربما النهارده سؤالنا اللي هنبتدي بيه الحلقه سؤال اجتماعي شويه بيخص كل اب وكل ام ليهم علاقه مباشره وليهم علاقه وطيده وليهم مساحه تفاهم، وخلي بالكم دي مش موجوده عند كل الاسر مع اطفالهم. سؤالنا النهارده هو اخر مره اتكلمت مع ابنك او بنتك عن زمايله في المدرسة، عن الحاجات اللي بيحبها امتى؟ اعتقد ده سؤال مهم جدا جدا جدا، واحنا منتظرين اجابات حضراتكم على صفحتنا على موقع فيسبوك برنامج صباح الخير يا مصر. طبعا زي ما احنا عارفين السيرتيفايد بالعلامة الزرقاء واللي هنستعرضها خلال حلقة النهاردة. ربما السؤال لو وجه ليا بشكل شخصي، انا عندي بنتين وكل بنت ليهم لها اهتمام خاص بحاجات معينة. امبارح كان ربما يعني اخر مساحة كلام ما بيننا، عندي بنت بتحب اللغة الكورية، اللغة الكورية الجنوبية، وده لأن انتشار مساحة النجوم الكوريين القادمين من كوريا واهتمام الدولة الكورية بالقوى الناعمة بتاعتها خلت إن الجيل الجديد يهتم بهذا الأمر. فرق أجنبية بتسمع هذا الكلام ومساحات من المسلسلات ربما إحنا على جيلي أنا ما كانتش موجودة، فالشغف ربما تحول بنوع من أنواع الاهتمام إن أنا عايز أعلمها هذه اللغة، عايز أشاركها هذا الاهتمام، وبدأت المساحة دي تكبر يوم بعد يوم، وربما هي واخدة دلوقتي مساحات قوية جدا من التعلم في اللغة الكورية على موقع دولينجو. ولو تعرفوه ده موقع مهم جدا لتعلم اللغات على شبكة الإنترنت، وخدت ريتد ربما كانت آخر مرة كانت الخامسة على رقم العالم. بأي حال من الأحوال إحنا عندنا مساحة كبيرة النهاردة نتكلم فيها عن الحاجات اللي كل أب وكل أم بيشاركها مع ابنه أو بنته. إيه هي أكتر الحاجات اللي بتخلق مساحة اهتمام مشترك؟ تقدر إزاي يبقى في جسر من جسور التواصل ما بين الجيل القديم والجيل الجديد؟ خلينا فكر حضراتكم أن على أحد جدريات الفراعنة كان كتب أن الجيل اللي كتب يعني على هذه الجدرية قال أن إحنا آخر جيل سنكون بقيم حميدة وبأخلاق معينة، وأن الجيل القادم بعدنا ده أيام الفراعنة هو جيل منفلت الأخلاق وجيل بعيد تماماً كل البعد عن مساحات الاحترام المتبادلة عند الأجداد المصريين القدامى. ده بيفسر حاجة، إن كل جيل وكل جيل بعده بيبقى بينهم جاب أو بيبقى بينهم فجوة كبيرة. كل ما تحاول أنت تملى هذه الفجوة، كل ما تبقى نجحت فعلاً أنك تربي هذا الجيل أو تتصل بهذا الجيل. البعد بين الجيلين ما اعتقدش ان هو حاجه غريبه، ده موجوده من ايام الفراعنه زي ما ذكرنا لحضراتكم. الشطاره ما بين كل اب وكل ام ان هم يملوا هذا الفراغ باسئله مهمه جدا، بمساحات مشتركه بتخلق نوع من جسور الصله ما بين الاب او الام وما بين الابن او الابنه. سؤالنا مره تانية، اخر مره اتكلمت مع ابنك امتى؟ عن زمايله في المدرسة، عن الحاجات اللي بيحبها. منتظرين إجابات حضراتكم على صفحتنا على موقع فيسبوك وحنستعرضها إن شاء الله خلال حلقة النهاردة. صباح الفل على حضراتكم وصباح الخير مصر.